بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حصة جديدة من الحوار الديني نخصصها اليوم لموضوع هام، ألا وهو الدولة والقيم الإسلامية. ونستهل حوارنا هذا بآية من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا ومولانا لمن الشهيدين. واستضفنا لهذه الحصة الأستاذ مصطفى الحبيبي، وهو أستاذ في العلوم الشرعية وإمام خطيب بضاحية من ضواحي تونس العاصمة. فمرحبا بك شيخنا. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليك وعلى السادة المشاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما رأيك في هذا الموضوع وأهميته؟ في واقع الأمر، إن مفهوم الدولة في الإسلام قد شهد جدلا وحوارا بين العديد من المفكرين. مضمونه: هل أن الإسلام فرض شكلا معينا للحكم أم ترك الأمر للناس؟ هذا هو يعني الإشكال الذي دار حول مفهوم الدولة. وإذا أردنا أن نعرف مفهوم الدولة في الإسلام، فخير دليل يمكن أن نعتمده هو تعريف محمد إقبال، وهو مفكر هندي معاصر له كتاب اسمه تجديد التفكير الديني في الإسلام. فيعرف الدولة في الإسلام بأنها محاولة تبذل لتحويل القيم الروحية إلى نظام إنساني في الواقع. الدولة هي محاولة تبذل لتحويل القيم الروحية إلى نظام القيم الإسلامية. نعم، القيم الروحية يعني النظام، القيم الإسلامية، إلى نظام زمكاني، يعني في زمان ومكان معين، في نظام إنساني. إنسان. هذا هو تعريف الدولة، بحيث إن الإسلام لم يفرض شكلا معينا للحكم، وإنما فرض مبادئ وأسس وقيم أوجب وأمر بتطبيقها، وترك للناس أن يبتدعوا من الطرق ومن الوسائل ما به يحققون هذه المبادئ. هذا مفهوم الدولة. طيب، هي الدولة الإسلامية أول ما تكونت في المدينة بعد الهجرة، فكيف كانت ملامح هذه الدولة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو شخصية متميزة باعتبار أنها تجمع بين النبوءة والرسولية وبين الجانب أيضا البشري. في الواقع الأمر، إن نواة الدولة الإسلامية تشكلت قبل الهجرة إلى المدينة، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع الأسس العقائدية بدخول العديد من الناس إلى الإسلام، توحيد، يعني ترسخت عقيدة التوحيد لدى الكثير من أهل قريش وغيرهم. كذلك زيادة عن العقيدة، أن كثير من الناس أصبحوا يطبقون قواعد الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم، وأيضا انتهوا عن الفواحش وامتثلوا للمعروف، بحيث الأسس الأساسية موجودة في المدينة، في مكة.
لكن هذيك أسس نواة. مرتبطة بالعبادات. نعم، لكنها النواة. لكن شيخنا هذيك مرتبطة بالعبادات، ولما نتكلم عن الدولة نتكلم عن السياسة وعلى مؤسسات الدولة. هذا لم يكن موجودا في مكة قبل الهجرة، ولم يوجد إلا في المدينة. وهو كذلك. أي. وهو كذلك، وهو ما سنبني عليه ما قلت. أي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر ومن معه من المؤمنين إلى المدينة بدأت تتشكل الدولة الإسلامية، ولكن الدولة الإسلامية لن تتشكل لتوها من فراغ، لابد وأن لها تحضير. بالطبع، هذا الذي نقصده النواة. الأسس تشكلت في مكة، ولكن الدولة لم تبنى إلا في المدينة. في المدينة، لأن المجتمع المهاجر مجتمع مسلم. أي التأسيس الأول في مكة كان تأسيس عقائدي. عقائدي، يعني نواة سميناها نواة. أما سياسيا ما تكونت كان في المدينة. سياسيا لم تتشكل إلا في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده وأدار به بيوته، كان المسجد منارة للعلم أولا، يعني نشر العلم ومدرسة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وضع أسس العدل، قيام العدل، ثم التشريعات، يعني نظم المعاملات. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينظم الجيش ويضع الخطط للحرب. كذلك كان يبرم المعاهدات، صلح الحديبية، صحيفة المدينة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالمعاهد يعني المعاهدات والرسائل للأمراء والملوك، مثل يعني هرقل وعظيم الروم والنجاشي ملك الحبشة وغيرهم. يعني كان الرسول كان نشاط دبلوماسي بلغتنا اليوم، تستطيع أن تقول دبلوماسي. كان أيضا يراقب الحدود، كان يرسل السرايا. فالدولة الإسلامية تشكلت في المدينة المنورة. فما كان نمطها؟ كيف نسميها الدولة؟ هي الدولة الإسلامية في واقع الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجمع عليه أغلب الدارسين أنه كان قائدا دينيا وعسكريا وسياسيا، وحكمه كان حكم متميز لأنه نال إجماع المسلمين جميعا. حتى الأقليات الموجودة بالمدينة كاليهود والنصارى وحتى المنافقين، فإن إبرام المعاهدة والصلح قد ضمنت لهم حقوقهم. نتكلم على الصحيفة المدينة. صحيفة، يعني باعتبار المدينة لما تشكل الرسول صلى الله عليه وسلم أبرم. هي تعتبر كدستور. دستور. بلغتنا الحديثة. بلغتنا الحديثة دستور يضمن حق الأقليات، ما نسميها بالأقليات، من إقامة شعائرهم الدينية بكل حرية، بأنهم يدفعون الجزية مقابل يعني حرياتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في المقابل أن الرسول صلى الله عليه وسلم والدولة تتكفل بحمايتهم من الاعتداء، وهم لا يشاركون في الحروب، لا يشاركون في الجيوش التي يرفعها الرسول يكونها الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاربة الكفار. لا، ثم في الصحيفة هذه ثم معاهدة الدفاع المشترك، لأن إذا تعرضت المدينة إلى عدوان أجنبي فالعدوان هذا يمس المسلمين ومس اليهود والنصارى من أهل الكتاب. لذلك المدينة، أما السرايا اللي يخرجوا لبرا باش يحاربوا ما يشاركوش فيها. هم لا يشاركون فيها، المعنيون بها هم المسلمون، لأن الآخرون يدفعون الجزية. ولكن في الصحيفة هذه من الحقوق المشتركة أن كل من المسلمين واليهود والنصارى يتعهدون بالدفاع المشترك. المشترك على المدينة. على المدينة في صورة ما تعرضت إلى اعتداء. هو الفضاء اللي عايشين فيه، الفضاء المشترك اللي عايشين فيه. نعم، لأنهم يتمتعون بحقوق ولكن عليهم واجبات. أيوة. فشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت شخصية متميزة، شخصية أجمع عليها المسلمون، ولم تحدث يعني فتنة أو باستثناء الكفار. إذ يعني حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كان قائد ديني سياسي توفرت فيه جميع المواصفات. هذا بالنسبة لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه تبلورت أول دولة إسلامية. هذا أول دولة إسلامية. هل كان الحكم في الإسلام حكما دينيا تيوقراطيا؟ لو قارنا بدول أخرى سبقت التجربة هذه الإسلامية. نعم. خاطر برشا يقول لك الدولة الإسلامية دولة دينية. أي نعم. ويلزم نثبتوا في المفهوم هذا شنو معناه الدولة الدينية ولا تيوقراطية. نعم.
تفضل. حسب العنوان المقترح الدولة والقيم، قبل أن نجيب عن هذا السؤال لم نتحدث عن مفهوم القيم. حددنا مفهوم الدولة يعني حسب العنوان الذي اخترته، فلم نتحدث عن معنى القيم. يجب أن نعرفها القيم، كما عرفنا الدولة يجب أن نعرف عرفنا القيم. الدولة ما عرفناش القيم، ثم نجيب عن هذا السؤال. جاء في معجم العلوم التربوية أن القيم هي مجموع العقائد والأفكار والاختيارات لدى الشخص، والتي بها أو على ضوئها تتحدد علاقته بالأفراد وبالجماعات وبالعالم. هذا تعريف عام جاء في معجم علوم التربية. أما بالمفهوم الخاص في الإسلام فالقيم هي جملة المبادئ والفضائل وأمهات الأخلاق التي جاء بها الدين الإسلامي وأمر بتطبيقها وتمثلها في الواقع. يعني جاءت في القرآن والسنة. جاءت في القرآن والسنة. هذه هي مجموعة القيم، يعني مفهوم الخاص في الإسلام. نأتي الآن إلى الإجابة عن السؤال الذي طرحته، لأن الدولة في الإسلام هي دولة تيقراطية أم لا؟ في واقع الأمر كلمة تيقراطية هي كلمة يونانية وإغريقية. فيها تيوس بمعنى الله. الأخرى كراتوس بمعنى القوة. بمعنى القوة. الشوكة نقوله بلغة ابن خلدون. أي بمعنى القوة، بمعنى السلطة. بمعنى السلطة يكون أصح من القوة، بمعنى السلطة. فالكلمة توحي بأن الحاكم يستمد سلطته من الله. وهذا مفهوم كنائسي، لأن القس إنما هو يستمد سلطته من الله. كأن بتصرفاته وسلوكياته إنما هي وحي من الله. هذا لا وجود له في الإسلام، لأنه ليس هناك كنيسة في الإسلام، ليس هناك كنيسة وليس حتى في المفهوم العقائدي هذا. فالمسلم ليس بينه وبين ربه أي وسيط. الوسيط لا يوجد في الإسلام، لا يوجد. ولذلك لا يمكن القول بحال من الأحوال أن الدولة في الإسلام هي دولة دينية تيقراطية ودولة دينية. فما شكون يقول حاليا في عصرنا هذا وفي النقاش اللي داير حاليا في تونس أن الدولة الإسلامية التي تكونت في المدينة وأسسها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دولة مدنية. فيلزمنا نفهم شنو معناها مدنية، شنو معناها تيوقراطية أنا تدرجنا لها، وشنو معناها دينية. شكرا. هو في واقع الأمر بالنسبة لكثير من المثقفين تحكمه المرجعية التي يستند إليها بالضبط، والقناعة الفكرية التي ينتمي إليها. وعلى ضوء ذلك فقد يقرأ التاريخ قراءة غير موضوعية، فيحاول أن يوجه النصوص أو السياق الكلامي إلى ما يريد هو، إلى مرجعيته اللي في مخه، مرجعيته الفكرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن نضع هذا الاستثناء، الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة، هو معلم الإنسانية، هو معلم البشرية. الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، فقد تجمعت فيه كل هذه الصفات. فهو القائد الديني، فهو الرحمة، فهو الرسول، فهو القائد السياسي، فهو القائد العسكري، وهي حالة استثناء للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أردنا أن نجيب عن السؤال هل أن الدولة في الإسلام كانت دولة دينية، نقول لا. إذن ما هي؟ بدليل ما يدل على أن الدولة، لأن لو كانت الدولة دينية لما وقع فيها اختلاف ولما وقع فيها تجاذب على الحكم، على الحكم. شأن ستكون شأنها كشأن الصلاة والزكاة والصوم وإلى ذلك. بدليل أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قتلوا غدرا، بدليل أن لما نقل الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا قتلوا؟ لأن اللي قتلهم تنازع على السلطة. نعم، على الكراسي. أولا نبدأ من الأول. لما نقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام، اختلف المسلمون، اختلف المهاجرون والأنصار، فقالوا منا أمير ومنكم أمير.
في السقيفة هذا في السقيفة منا أمير ومنكم أمير. وكاد الأمر يفضي إلى نوع من التنازع لولا أن عجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبايع أبا بكر الصديق. هو أول من بايع. هو اللي أشار على أنه أبي بكر الصديق يكون خليفة لرسول الله. ثم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سلك طريقا آخر بتعيينه لعمر بن الخطاب. ثم عمر سلك طريقا آخر حيث عين مجموعة من الصحابة منهم ابنه وترك للمسلم ومنهم سيدنا عثمان وترك للناس أن يختاروا من بين هؤلاء. هذا من ناحية قلنا ما يدل على أن الدولة في الإسلام لم تكن دولة دينية وإنما هي محاولة لتمثل قيم الإسلام، ولذلك نفرق بين الإسلام وبين حتى بعض سلوكيات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمسلم يحاول أن يتمثل الإسلام، فإذا أخطأ وارتكب شيئا فليس هو الإسلام، فالإسلام براء منه. لذلك قلنا ثلاثة، عمر بن الخطاب أيضا قتل غدرا، كذلك علي بن أبي طالب، ثم أكثر من هذا وذلك في معركة صفين بين معاوية وابن وعلي بن أبي طالب، يعني تقاتل الصحابة المبشرون بالجنة. لو كان الأمر فيها نص محسوم فيه لما اختلفوا ولا تواصلت الحكم. هذا ما يدل على، كذلك نرى نص لأبي الحسن الأشعري يبين فيه كيف تساءل المسلمون هل أن الإمام بنص أم بغير، يكون بنص أم بغير نص. كذلك في من تكون الإمامة، اختلفوا في من تكون الإمامة يعني الحكم، هل تكون في قريش أم لا تكون في قريش، فبعضهم قال تكون في قريش وبعضهم قال لا، ومن قال تكون في قريش قال في من تكون في قريش، هل تكون في بني هاشم عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم أم في غيره. ثم اختلفوا يعني في الإمام، من يكون إمام، لأن هناك إمام يعني الناطق والإمام الصامت. ثم أيضا اختلاف الفرق الإسلامية، يعني هو خلاف صراع سياسي مذهبي في الواقع الأمر، فكلما طرحت السلطة إلا وحضرت العلاقات والمصالح والقرابة. وعبد الرحمن بن خلدون يعني المفكر في كتابه المقدمة أشار إلى أن السلطة أو الحكومة الدولة لا تتشكل إلا بفعل هذه العصبيات والقبليات والقرابة. إذن مفهوم العصبية عند مفهوم العصبية، إذن الدولة ما هو مفهوم العصبية؟ العصبية هو الانتماء إلى نفس القبيلة، الانتماء إلى نفس العرق، الانتماء هو اللحمة التي تلم مجموعة والرابطة القوية التي تشترك فيها مجموعة معناتها إنسانية كما سنرى في مفهوم الدولة فيما بعد. مفهوم الدولة وقد ما عند ابن خلدون قد ما تكون العصبية قوية قد ما تطمح إلى الوصول إلى السلطة. نعم، وهنالك تفريق هنا أن الدولة في واقع الأمر هي لها مفهوم خاص، لأن الدولة هي لها وظائف دولة وهنالك السلطة، والدولة لها مفهوم أخص من السلطة، السلطة مفهومها أعم، لأن السلطة قد تتجاوز مفهوم الدولة، قد تمتد إلى ما وراء الدولة، والسلطة تحتاج إلى السياسة لتطبيقها. فإذا تصبح السلطة هي الموضوع والسياسة هي فن المحافظة على هذه السلطة. لذلك نرى التنازعات التي أو الوصول إليها والمحافظة عليها أيضا، أي الوصول قبل نعم قبل يعني المحافظة وصلت إليها تحافظ عليها وأيضا الوصول. لذلك نرى أن النزاع في البلاد العربية الإسلامية حول السلطة، السلطة هي مؤسسة مدنية إذا ما استثنينا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. شو معناها مدنية؟ هذا مفهوم عصري، هذا مفهوم لايكي، هو مفهوم غربي بالأساس. مش المدنية هنا يعني بالمفهوم الغربي في الواقع، وهذا المصطلح قد أدخل إلى العالم الإسلامي المعاصر، فنحن نريد أن نفهمه بحسب خصوصيتنا الثقافية وليس بحسب، لأن لا نعني به فصل الدين مثلا عن الدولة. هذا هو توكيف الناس الحاليين، طب المفكرين حاليا اللي يتبعوا في النمط الغربي وقت اللي يقولوا مدنية يعني هو الفصل الدين عن السياسة،
وقت لمفهوم الإسلامي مدنية، الدولة كانت مدنية بمعنى تنتمي للمدينة المنورة وليست فيها فصل الدين عن السياسة. نعم، ولو أننا سنتناول هذه النقطة ولكن ربما في إثارتنا لموضوع الدولة والقيم أن نتدرج في مفهوم الدولة. صحيح هذا، كما أشرت منذ قليل أن المرجعية الثقافية التي يستند إليها الشخص هي التي تحدد سلوكه ونظرته للحياة. لكن نحن نتكلم من ناحية الشرعية، ونحن نتكلم لا من ناحية بلغة الشرعية. اللايكيين. نعم، فمفهوم المدنية عندنا هو المسلم يتفهم دينه ويتمثل دينه ويحاول أن يطبق الأسس والمبادئ التي جاء بدينه في نظام إنساني. هذا هو النظام الإنساني، الإنساني تختاره المجموعة، تختاره المجموعة ويكون وفيا لمرجعيته الدينية بالضبط. وليس معنى المدنية هنا هو إقصاء الدين، لأن هذا مفهوم كنائسي لاهوتي، ونحن نرجع للقرون الوسطى وتصرفات الكنيسة وقتلها للعلماء. نذكر يعني قصة غاليلي هذا الفيزيائي، نذكر أيضا صكوك الغفران، إذا أردت أن يغفر لك الرب إلهك فتبرع بما مقداره. في الكنيسة سلكت سلوكا استبداديا وقامت بقطع رؤوس العلماء، بينما الإسلام هو دين الحياة، هو دين العلم. أول آية نزلت من القرآن الكريم اقرأ. الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم وأقسم بالحرف وأقسم بالموضوع، فقال نون وهو الحرف، والقلم أداة الكتابة، وما يسطرون موضوع. ولذلك اعتبر طلب العلم عبادة، طلب العلم فريضة، ولذلك لا علاقة بالمفهوم الكنسي في الإسلام. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتبر طلب العلم فريضة، والآيات القرآنية يرفع الله الذين آمنوا منكم، فرض عين، فرض عين، عين معناته كل مسلم مطالب بطلب العلم، بطلب العلم. والآيات الكريمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الآيات التي تدعو إلى العلم والتفكر في الخلق وفي الكون وفي الطبيعة، والعلماء ورثة الأنبياء. نعم، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، وما إلى ذلك. أكثر من 200 آية جاءت كلها تدعو إلى أعمال العقل، بل إن العقيدة نفسها لا تكون عقيدة صحيحة إلا إذا كانت قائمة على قناعة وبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني سيدنا إبراهيم وهو يحاور النمرود كان يعتبر الحجج والبراهين. هذه يعني تقريبا مفهوم القيم. وقلنا أن الدولة في الإسلام ليست دولة تيوقراطية إطلاقا ولا علاقة لها بهذا، فهي دولة يعني دينية، يعني دولة تستمد يعني قوانينها وأحكامها من الشريعة الإسلامية في نظام إنساني. نظام إنساني حينئذ ليست بدولة دينية كذلك، ليست بدولة ولا مدنية ولا تيوقراطية، هي دولة إسلامية. يعني أن تعتمد قيم إسلامية، قيم عقائدية اللي مأخوذة من القرآن والسنة. نعم. ولكن اختيار السلطة وتعيين الأمير أو الخليفة أو من يترأس الدولة يكون من طرف المجموعة، الإنسان. مجموعة اللي هي عايشة في المكان والزمان هذاك هي اللي تختار من يرأسها. نعم. حينئذ ليس كما رأينا في أول الحديث كما هو في الكنيسة ولا في القرون الوسطى، كان السلطان ولا الملك يمتد شرعيته، يستمد سلطته من الله، من الله. نعم. هنا لا يقع مبايعة، ونحن حكينا على أن سيدنا عمر بايع أبي بكر، فكانت في الخلافات الأولى، الخلافات الراشدة الأربعة، كانت المبايعة، المبايعة هي موافقة على من هو في السلطة. نعم. من تم ترشيحه للسلطة. نعم. ودعما لكلامك، سيدنا أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة قال وليت عليكم ولست بخيركم، بالضبط، أطيعوني ما أطعت الله والرسول فيكم، ولا طاعة لكم علي ما لم أطع الله والرسول فيكم. كذلك أيضا مسألة الدولة الإسلامية هي يعني الإسلامية
كان مصطلح تتبناه جميع الدول التي تعاقبت. ولكن نحن نريد أن نتناولها من جزئية معينة. وهو مما يدل على أن الدولة نظام، أن الدولة نظام إنساني. نلاحظ مثلا أن باستثناء الخلفاء الراشدين وكانوا يسمون أنفسهم خليفة رسول الله. خليفة رسول الله، فمع معاوية تحولت تقريبا يعني من خلافة إلى ملكية بشكل ملكية. ثم أن الدول وراثية ثم أن الدول المتعاقبة كانت تسمي أنفسها بأسماء أصحابها، أسماء العائلة الحاكمة. لذلك كانت الدولة الحمدانية، الدولة السلجوقية، الدولة العباسية، الدولة الأموية، الدولة الفاطمية، حتى الدولة الحفصية والخلافة العثمانية. ولو كانت هذه الدول جميعا إنما هي تتبنى الإسلام في مفهومها للدولة وفي تمثلاتها في الواقع، هذا يعني لا منازع بأن الله حتى من باب التيسير على الناس. فلنعطي أمثلة. يمكن للمبادئ الأساسية التي دعا إليها الإسلام أن تطبق في نظام الخلافة، لا حرج إن كان الناس قد اختاروا نظام الخلافة، فلا حرج في ذلك ما داموا ملتزمين بتطبيق المثل العليا والقيم والمبادئ الأساسية التي جاء بها الإسلام في دولة ملكية. نحن نرى حتى في المجتمعات الحديثة على سبيل المفارقة، نرى مثلا في الدول الغربية كثير من الدول التي هي ملكية النظام، ولكنها تقام فيها الأسس العدل والمساواة، بل هي مضرب مثل بالنسبة للكثيرين. نذكر مثال المملكة البريطانية، نذكر مثال بلجيكا، نذكر مثال الدنمارك، هولندا، بل هي في جميع مجالات الحياة تعد أحسن الدول في النموذج تقدما. المطلوب لأن أيضا الحكم يرتبط بشخص، بينما يعني تطبيق الأسس والمبادئ ترتبط بالناس. فما دام الحاكم ملتزما بتطبيق المبادئ التي جاء بها الإسلام والمثل، ف الله سبحانه وتعالى ترك للناس أن يختاروا من أشكال الحكم ما يناسبهم في كل زمان ومكان، وما ابتدعوه من طرق ووسائل بها يمكن يتحقق العدل والمساواة والمشورة وما إلى ذلك. طيب، هي في الأول الدولة الإسلامية في المدينة كانت خلافة، الخلافة الراشدة، نعم، ولكن ظهر اسم أمير المؤمنين. متى ظهر؟ هو في واقع الأمر أمير المؤمنين ظهر منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن المهاجرين والأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير. فالكلمة ليست لم تؤخذ بشكل رسمي إلا مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. عمر سموه أمير المؤمنين، نعم. أما أبي بكر لا، لا، كان خليفة رسول الله، كان خليفة رسول الله كان الخليفة الأول. أي أما مفهوم الأمير قلت لك ظهرت منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ألحقت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كذلك ثم فيما بعد أصبحت الدول تحمل اسمها كما قلت، وبدأت تنحصر في العائلة الأموية، في العائلة العباسية، وكل سمى روحه أمير المؤمنين. كل سمى أمير إلى اليوم عندنا ملك المغرب يسمى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هي التسمية هنا بالنسبة للعصر الحديث هي تسمية تؤخذ من التراث، ويحاول أن يتمثل الإسلام في الوقت الحاضر، ولكن بالاستناد إلى مرجعية قديمة. طيب أستاذ مصطفى، هناك أسس تقوم عليها الدولة هذه، فما هي هذه الأسس؟ شكرا. هذا السؤال مرتبط بما كنا نتحدث عنه تماما. الإسلام كما قلنا إذا طبقت هذه الأسس التي سنذكرها فللناس أن يختاروا من أشكال الحكم ما يرضيهم وما يجمعون عليه. هنا إذن الخيار هو خيار إنساني، خيار إنساني، نمط الحكم هو خيار إنساني، إنساني، ولكن هذا النمط هذا النمط في الحكم الإنساني يجب أن يلتزم بالمبادئ الأساسية التي جاء بها الدين الإسلامي. بالطبع. وعلى ضوء تمثله لها يحكم له بمدى التزامه بالإسلام أو بعده عنه. ولذلك كما قلنا يقول محمد إقبال هي محاولة تبذل لتحويل القيم الروحية العقائدية إلى نظام إنساني في زمان ومكان معين. فمن هذه الأسس التي قام عليها الدين الإسلامي الحرية،
أول أساس هو أول الحرية. أساس الحرية. الحرية اللي اليوم نتكلم عليها في الثورة نتاعنا. نعم. أول شيء يطالب به الشعب هو الحرية. الحرية. ربي سبحانه وتعالى عندما استخلف آدم في الأرض لم يكن آدم ليكون خليفة لولا أن وهبه الله عز وجل الحرية. فالحرية هي هبة الله، وليس لأي شخص الفضل في أن يمنحها لرجل أو لامرأة. ولذلك حتى الذين يزعمون أنهم يحررون المرأة هم في واقع الأمر يرجعون إليها حقها الطبيعي، وليس مزية أو فضل منهم، وإنما مزيتهم أو فضلهم يكمن في أنه أرجع إلى صاحب الحق، أرجع له حق. قول المشهورة تاع عمر متى استعبدتم الناس. سنصل إلى هذا. لكن نبدأ من رب العزة عز وجل. لما استخلف آدم في الأرض، الاستخلاف ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون الإنسان حرا أو لا يمكن أن يكون خليفة. عندما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يقيم الصلاة وأن يتنحى عن الفحشاء والمنكر، من القادر على إقامة الصلاة والتنحي عن الفحشاء والمنكر؟ من يكون حرا؟ عندما الله سبحانه وتعالى وضع الثواب ووضع العقاب، هل يعقل يكون الإنسان مجبرا ويثاب ويعاقب؟ ترك له الحرية، لأن الثواب والعقاب يقتضي أن يكون الإنسان حرا. إذن فالحرية هبة الله عز وجل. كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم دعم هذا المبدأ، فقال لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فتصبح التقوى هي المقياس والمعيار الذي به نفاضل بين الناس. كذلك ما ذكرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. وتعرف أن في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان اليوم أول بند يتبنى هو هذا، يولد جميع الناس أحرارا متساوون في الحقوق والواجبات. وهذا قالها عمر، قال عمر منذ 14 قرن. إذن فلا يمكن للإنسان أن يبدع وأن يكون يعني منتجا ومفكرا ما لا يكون حرا. الحرية إذن، ومن الحرية أن الإسلام سوى بما يسمى في التاريخ بين الأحرار والعبيد. فألغى الرق. ماذا فعل؟ جاء فوجد مجتمعا تقوم فيه العلاقات على الرق، لأن الرق كان يمثل قوة الاقتصادية، قوة الإنتاج، لم تكن هنالك مصانع ومعامل. لذلك لم يستطع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام كانت لديه رؤية للواقع وتفسير للواقع، فتدرج في إزالة الرق. فماذا فعل؟ عبارة وشجع عليه، شجع على إزالته. ديما نلقاه في القرآن عتق رقبة، عتق رقبة في الكفارات، في الكفارات. ولكن لنشير كيف أن الإسلام الطريقة والمنهج القويم الذي يعني حارب به الرق. الرق عبارة، وجد المجتمع فيه الرق، ظاهرة الرق باعتبارها تمثل قوة وإنتاج، فهي كالبحيرة. فماذا فعل الإسلام؟ البحيرة هذه لها روافد تصب فيها، جاء وأغلق الروافد شيئا فشيئا، أغلق الروافد، جعل معنى لها مثلا في الكفارات عتق الرقبة. مثلا اعتبر أنه من فعل فعلي خيرا كمن عتق رقبة، فيعني سد الروافد، اشترى العبيد وحررهم. إذن فالحرية أساس تقوم عليه الإسلام، وأكبر حرية هي حرية المعتقد، حرية التفكير، حرية التعبير. ولذلك قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف لعلك باخع نفسك على أن تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين. أعطى الحرية لغير المؤمنين من اليهود والنصارى، ولم يجبر أحدا على ترك دينه. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في سورة الكهف. وكذلك بل أكثر من ذلك حتى الكفار فوهبهم الحرية. سورة الكافرون يحفظها الناس جميعا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذن فالحرية في الإسلام هي مبدأ أساسي، لأن ضد الحرية هو الاستبداد، هو الظلم، هو القهر، الجور، هو الجور. هذا المبدأ الأساسي الذي قامت عليه. إذن المبدأ الأول، فكل دولة إسلامية تتمثل هذا الأساس تمثلا حقيقيا يرضي الله عز وجل، فلها أن تختار من شكل الحكم ما تراه مناسبا. والحرية كذلك مرتبطة بالعدل، وهو
هذا الأساس الأول. الأساس الثاني هو العدل. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لو لم يكن عدلا لا تكون حرية. لا تكون حرية، لأن الحرية، شكرا أيضا لنبهتنا إلى نقطة، أن الحرية لها ضوابط وشروط. فالإسلام راعى حرية الفرد ولكن في إطار حرية الجماعة، لأن الحرية إذا تجاوزت حدودها انقلبت إلى سم علقب. لذلك قالوا الشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده. لذلك المصلحة الفردية مضمونة في إطار المحافظة على المصلحة العامة. فننتقل للأساس الثاني الذي ذكرت، هو العدل. العدل، إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل. وإذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل. إذن الآية هذه من سورة النحل، من سورة النحل الآية 90. انظر الله سبحانه وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وحياة صلة الرحم. فهي ثلاثة فضائل أمر بها، ونهى عن ثلاثة فضائل، عن ثلاثة منكرات، وينهى عن الفحشاء والمنكر، والمنكر والبغي والظلم ضد العدل. فلما قيل، لما نزلت هذه الآية، أسلم كثير من الناس. هذا كذلك الآية التي ذكرت، أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعدل، والمسلم مطالب بأن يتمثل صفة من صفات الله في الكون. فبقدر ما يعدل بين الناس، بقدر ما يكون وفيا لدينه، وأيضا يعني يسأل الله أن يرضى عنه. فإذا ابتعد عن العدل فقد ابتعد عن الدين. وهذا ما معنى أن الدولة هي محاولة لتمثل تلك القيم. ولقد تطرق إلى هذا ابن خلدون، فأبدع في وضع دائرة العدل، دائرة العدل، فقال قولته المشهورة: العدل أساس العمران. العدل، وذيك الفكرة، العدل أساس العمران، أن التطور البشري والتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لا يقع إلا بالعدل. لكن دائرة العدل بينها كما يلي: لا سلطان بدون شوكة، ولا شوكة بدون مال. الشوكة هي القوة، تكلمنا عليها قبيلة، السلطة، القوة. ولا شوكة بدون مال، ولا مال بدون شعب، ولا شعب بدون عدل. نعم. لو لم يكن العدل لا يمكن أن تدوم الدولة. لا. ولا عدل بدون سلطان. ودارة الدائرة، هذه ما تسمى عند ابن خلدون دائرة العدل. دائرة العدل. شكرا. وذكرتنا بحديث نبوي شريف، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل من قريش ووقف بين يديه فتملكته رهبة، قال له: هون عليك، فأنا لست بملك، وأنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. عندما قلنا أن الإسلام لم يفرض شكلا معينا للحكم، الرسول قال: لست بملك. الرسول لم يكن ملكا، لم يكن ملكا، بينما في اليهودية كان بعض الأنبياء كانوا ملوك. نعم. مثل سيدنا سليمان. أي. وجالوت. جالوت. نعم. إذن المبدأ الثاني هو العدل. والحديث القدسي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظلموا. مخلي نحن نشوفه في الظلم إلى يومنا هذا عايشين. ربي يهدينا لكلنا. أمين يا رب العالمين. فنلاحظ مدى تمثل العدل الذي هو أمر إلهي، الذي هو أساس الأمن والاستقرار. فبقدر ما يتمثل الحاكم المسلم العدل ويبتدع من الطرق ما به يعدل بين الناس في الحقوق والواجبات، بقدر ما يقترب من عقيدة الإسلام ومما أمر الله به تعالى، وبقدر ما يبتعد بقدر ما يجور ويطلع. وهنا نحب كان مطرش مانا نعمل ملاحظة، الفرق بين العدل والعدالة. أي. خطر برش الناس يستعملوا الكلمتين كأنها مرادفتين، يعني مترادفتين. مترادفتين. أي. وهو غير صحيح. العدل هو مذكور في القرآن، اسم هو فعل
هو العدل اسم اسم يعني الفعل يعني الإنصاف بين طرفين. بينما العدالة هي صفة. صفة. يعني الحاكم العادل فيوصف بالعدالة. نعم. العدالة. ولكن العدل وقت اللي يجي يشوفوا حتى في التسميات الوزارات نتاعنا، عندنا وزارة اسمها وزارة العدل وزارة أخرى اسمها وزارة العدالة الانتقالية. هذا شيء مغلوط. وفي القرآن كلمة العدل مذكورة 14 مرة وكلمة العدالة لا توجد في القرآن. وسي صالح، هنا يمكن أن نشير إلى أن اللغة، اللغة في حد ذاتها، في ماهية اللغة، اللغة هي متطورة. فقد تجد مصطلحات لم تكن موجودة في زمن ما. مثلا نحن نسمي نظارات لم تكن موجودة، نسمي هاتف جوال لم تكن. يعني عندما التسميات هذه العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية وما إلى ذلك، فإذا وجد مصطلح تعارف الناس عليه وصار عرفا سائغا فلا بأس من استعماله، ولكن يبقى دوما التمييز بين مفهوم العدل الإلهي أو العدل ومفهوم العدالة، وأن كان هذا يرجع فيصبح هذا ما نسميه اسم تقني. عندما نقول كلمة العدالة تصبح مفهوم تقني، ولكن يبقى دوما التمييز بين ما أشرت هو العدل الإلهي وبين المصطلحات التي يستسيغ الناس ويستحدثونها وتصبح يعني متعارف عليها. ولكنها صفة كما أشرت، هي صفة. أي صفة. والعدل يأتي من الفعل، ولكن أصل كلمة العدل هو من فعل عدالة بفتح الدال، والعدالة من فعل عدولة فكان عادلا. حينئذ حتى الأصل الكلمة هم قراب لبعضهم من نفس التركيبة، ولكن المفهوم مش هو بيده. ولا في اللغة العربية عندما وكلمة نعرف. سمحني، كلمة العدالة كانت موجودة من قبل، مش حاجة جديدة. نعم. موجودة في اللغة، لغويا موجودة، لكن في القرآن غير موجودة. موجود كان العدل. نعم، في القرآن الكريم موجود إلا العدل. العدل. لكن لما ترجع لسان العرب لابن منظور تجد المادة اللغوية التي اشتقت منها كلمة العدل أو العدالة واحدة، هي الفعل من عدل وعدل. عدل، ولكن دوم المادة اللغوية ثلاثة حروف. أي ثلاثة حروف. لكن أنا قلت لك واحد، وفهم فرق بين عدل وبين عدل. إذن قلنا عدل يعني أنصف، حكم بين طرفين. وعدل يعني كان عادلا، صفة. عدل هو تستخدم أيضا ربما المادة الجانب اللغوي، نتركه للغويين. يقال مثلا عدل عن الشيء. لا، هذيك حاجة أخرى، هذيك مفهوم آخر. أي مفهوم. يعني عدل ابتعد عنه. هذيك مفهوم آخر. ننتقل للأساس الثالث. الثالث اللي هو المساواة. المساواة. وما أدراك ما المساواة. كلمة متداولة في يومنا. نعم. هذا. نعم. أي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. على أي أساس قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ على أساس التقوى والإخلاص. إذن فالرسول سوى هنا في الجنس، سوى بين الناس جميعا. معناتها الحبشي يمكن أن يكون هو الأمير. ما هو المعيار الذي جعله؟ التقوى. للطاعة. هي التقوى. إذن هنا مساواة. ما معنى التقوى؟ بنزيد فسره. التقوى هو الخشية الله عز وجل في جميع الأفعال والسلوكيات. يعني التمسك بالقيم اللي كنا نحكي. التمسك بالقيم واستحضار مراقبة الله تعالى باستمرار في الفعل والسلوك. إن لم تكن تراه فهو يراك. إن لم تكن تراه فهو يراك، كما هو في مفهوم الإحسان. إذن فقال: اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. هذا المساواة. لكن نريد أن نتعمق أكثر في مفهوم المساواة. المساواة في الإسلام هو أن تتيح نفس الفرص للجميع. تكافؤ الفرص. اللي نتكلم عليها اليوم زاد. لأن مفهوم المساواة الآن لما ننظر مثلا في المفهوم الشيوعي أو في المفهوم الرأسمالي يختلف عن مفهوم المساواة في الإسلام. المساواة مثلا في الغرب تقوم على أساس دحو يعمل دحو دحو يمر. سيفيرلسي يعني في النظام الشيوعي، ولو أن الشيوعية لم تصل بعد
وإنما الاشتراكية توقفت في الاشتراكية. يقول لك في المساواة هي يعني التالية: من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته. معنى كل، يعني إذا كان الإنسان هذا ينتج طن في اليوم ولكنه يحتاج إلى 400 جرام، فإنه لا يأخذ إلا 400 جرام. وإذا كان الآخر لا ينتج إلى نصف طن ويحتاج إلى 800، وينتج نصف طن ويحتاج إلى 800 أكثر، ما عادش تشجيع على الإنتاج، ما عادش تشجيع، لم يعد هنالك تشجيع على الإنتاج وعلى ولا على الإبداع. الإسلام لديه مقاربة تقوم على مراعاة فطرة الإنسان وتركيبة الإنسان كما خلقه الله عز وجل وما غرس فيه من أهواء ومن طموحات مشروعة. فالمساواة هي أن تتيح نفس الفرص لجميع الناس وتترك لهم الحرية في أن يتمايزوا وأن يبدعوا. فنحن نضع التلاميذ في قسم واحد، نوفر لهم نفس المعلم ونفس الأستاذ بدرجتي الثانوي والعالي، ولكنهم سيتميزون فيما بعد، منهم يتخرج الطبيب ومنهم المهندس ومنهم قائد الدولة ومنهم كذا. فنحن أتحنا نفس الفرص، هنا المساواة. ولكن في توزيع الثروة بعد الإنتاج هناك عدل وهناك الزكاة، لأنه لو نصيبه في المطلق أنه كل واحد حسب اجتهاده يجاز، وقتها يبقى ناس ضعفاء وما يعيشوا تحت الصفر. الإسلام في عهد لما كانت تطبق الشريعة كانوا يفرقسوا شكون باش يعطيوا للزكاة، ما لقاوش لشكون. هذا من ناحية، نحن عرفنا مفهوم المساواة، عرفنا مفهوم المساواة قبل أن نضرب الأمثلة. يعني المساواة هي إتاحة نفس الفرص للجميع. يبقى ما أشرت إليه، لا نتوقف هنا عند هذا المبدأ. فالمساواة هنالك المساواة التي تفرضها المصلحة العامة بين الناس كما ذكرت. لذلك الإسلام فرض الزكاة، وهو حق يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء وفي أموال. وأكثر من ذلك، للحاكم العادل أن يأخذ من أموال الأغنياء زيادة على الزكاة ليرده على الفقراء. والآية الكريمة واضحة: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ربنا عز وجل. كذلك الإسلام أوجد ضوابط لتوزيع الثروة، فجعل الميراث يعني وتوزع الثروة حتى لا تتكدس في يد أقلية. كذلك يعني شجع على الصدقة، شجع يعني فرض الوصية الهبة. فالإسلام وزع الثروة ولم يتركها في يد أقلية، هذا في الجانب المالي، يعني حتى لا تتكدس الثروة في يد أقلية. وكذلك شجع على الاستثمار، فأن الذي يخزن ويكنز لا بد عليه أن يؤدي أداء على الكنز اللي خلاه في داره ولا في بنك كما تو يحطه، يلزم يدفع عليه. ولهذا يولي يتشجع باش يستثمر الأموال اللي عنده باش تساهم في الإنتاج، تساهم في الإنتاج. ونذكر الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا ما يسمى بالاحتكار. ونعم، الإسلام شجع على العمل واعتبر أن قليل العمل خير من كثير العبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره العبد البطال، بحيث حث لأن حتى الفقراء أنفسهم لهم عفة ولهم كرامة نفس، فحثهم عن العمل حتى لا يركنوا ولا يعني يتواكلون. التوكل ولا التواكل. نعم، التوكل ولا التواكل. والإسلام لديه فلسفة كاملة. ما معنى التواكل يا شيخ؟ التواكل هو أنك تعتمد على غيرك ولا تأخذ بالأسباب ولا تقوم بجهد ولا تقوم، وهو مفهوم سيء لمسألة القضاء والقدر. يقولوها بالدرجة يحب على الهندي المقشر. تمام، يعني هو الذي تسأله تقول له أعمل أو أسعى، فيقول لك ما كتبه الله سيكون لي. إذن هو أيضا فهم سلبي لمسألة القضاء والقدر. ونعرف حديث سيدنا عمر بن الخطاب عندما شرح معنى التوكل ومعنى التواكل. يعني مر ب يعني جماعة فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون. وضرب لهم مثل ذلك الرجل الذي بينه وبين النهر حفن التراب، فعوض أن يأخذ الماء من النهر ليسقي زرعه قام يصلي صلاة الاستسقاء. فهذا ماذا؟ هذا متواكل،
هذا التواكل بعينه، يعني عوض أن يسقي الزرع. هذا الأساس الثاني، المساواة. هذا يعني الثالث. هذا الثالث. والرابع ما هو؟ الرابع هو الشورى. الشورى، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. بينهم. والآية التي ابتدأت بها سيادتك الحصة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا أيضا يدخل الشورى، رفض للاستبداد، رفض للتسلط، رفض للعنف اللفظي والمادي، رفض للقمع، رفض للإرهاب. أيضا يجب أن يكون أمر المسلمين شورى بينهم. هذا معنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول معلم للبشرية، كان يستشير أصحابه ويأخذ برأيهم في كثير من المسائل. هنا إذن اختيار نظام الحكم ولا نمط الحكم في الإسلام ينبني خاصة على الشورى. على الشورى، نعم. الشورى يعني اللي هو عمل إسلامي لابد من استشارة من هو معني بالأمر. أهل الحل والعقد. يعطيك الصحة. أهل الحل والعقد. ولكن هنا الإسلام هو قيم ومبادئ. إذا كنا نحن نتحدث عن الدولة، فمبدأ الشورى يسري من الدولة إلى آخر نواة وهي العائلة. فالشورى هي قيم أخلاقية، هي عبادة. مبدأ أساسي. مبدأ أساسي. الدولة تضرب به المثل. والناس الرعية يطبقونها فيما بينهم، فالعائلة يعني لابد يكون الأمر بينها شورى. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسى مبدأ الشورى، لأن مبدأ الشورى يقوم على رفض التسلط، رفض الاستبداد، والانفراد بالرأي، والانفراد بالرأي، ويعني العنف اللفظي والمادي. والشورى بطبيعة الحال في الإسلام تقوم على أهل الحل والعقد، لأن كثير من الناس. ما معنى أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم الجماعة التي لها دراية ومعرفة بمن سنعينه حاكما أو سيعين حاكما، بمن بالمسائل التفصيلية التي تتعلق بمصلحة المصلحة العامة للشعب أو للأمة، هم الذين يعني لهم الدراية. طيب، حينئذ أهل الحل والعقد. الحل والعقد. نعم، أهل الحل والعقد هم ما نسميهم بالخبراء، المصطلح المعاصر الخبراء. احنا لو نقوم بعملية مقارنة مثلا بين الشورى، قد يتبادر السؤال هذا. يعني يقول قال: ما العلاقة بين الشورى والديمقراطية؟ مطروح علينا. أعرف نحن أن الديمقراطية مثلا نظام نشأ في اليونان بالغريق، يعني وهي ديموكراتوس، يعني حكم الشعب. هو شكل من أشكال التشاور، ولكنه يقوم على حكم الجمهور، أغلبية الجمهور. الجمهور بفتح الجمهور الجيم. بفتح الجيم، لأن من تجمهر، وليس كما هو شائع بالجمهور، بالرفع الجيم. برفع الجيم هو الأصح لغويا. نعم. هو الجمهور. الجمهور. فيصبح اختيار الشخص في الواقع يعتمد على كم من هائل من الأرقام. فقد يقدم مجموعة أشخاص لا يعرفهم الناس، سواد الناس الذين هم معنيين بهم وسيحكمونهم، ولا تتوفر فيهم الكفاءة. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الأولى يعني، فقد خاصة في عصرنا الحاضر يقدم الشخص، فوسائل الإعلام تقدمه وتزينه بصورة معينة وما إلى ذلك، فقد لا يكون الشخص المناسب، لأنه لا يعتمد في اختياره على أهل الدراية وأهل الخبرة. يعتمد على رقم عددي. إذا كان دولة فيها 30 أو 40 مليون فيكفي أن يختاره أكثر من النصف، فهو. لكن هذا الخيار على أي أساس؟ هذا هو الفرق بين الديمقراطية وبين الشورى، أن الشورى يكون الرأي فيها الفصل لأهل الحل والعقد. طيب، لو نتعدى السؤال آخر لو سمحت، لأنه الوقت يدهمنا. هل هناك أقليات في الدولة الإسلامية؟ نعم. فما ضمان معناتها حقوق هذه الأقليات؟ هل الدولة في الإسلام تنفي حقوق الأقليات؟ للإجابة عن هذا السؤال سنضرب أمثلة، لأن بالمثال يتضح الحال. نبدأ بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما هاجر إلى المدينة، تذكر صحيفة المدينة وتذكر معاهدة صلح الحديبية. لعلنا نذكر ببعض البنود فقط ونمر. مثلا في معاهدة صلح الحديبية،
مما جاء في هذه البنود يتعايش اليهود والنصارى والمسلمين في كنف السلم، حرية إقامة الشعائر الدينية، يلتزم المسلمون واليهود والنصارى بحماية المدينة في صورة تعرضها لاعتداء أجنبي. كذلك يكفل الإسلام لليهود والنصارى حرية إقامة شعائرهم الدينية مقابل جزية يدفعونها، لم يكن مفهوم المواطنة في ذلك الوقت لم يكن كما هو اليوم، بحيث كانت لهم حرية يعني شبه حكم ذاتي بالنسبة إليهم، ولذلك هم مقابل كفالة وحماية الدولة الإسلامية لهم يدفعون المقابل المسمي اليوم جزية ما يشبه الضرائب. كذلك لعلنا نذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أوصى قائد جيشه أسامة بن زيد، قال له: لا تقتلعوا شجرة ولا تقتلوا صغيرا ولا امرأة ولا شيخ، وستجدون أناسا نذروا أنفسهم في الكنائس والبيع فلا تتعرضوا لهم. يعني أوصى قائد جيشه بأن لا يمس اليهود والنصارى رجال دين اليهود والنصارى بسوء، ولا يدفعوا الجزية، وكذلك إكراما لهم في عهد أبي بكر وعهد عمر كانوا لا يدفعون الجزية. ولعلي أردك إلى ذاك التقاضي بين علي بن أبي طالب وذاك الرجل اليهودي في شأن الدرع، يعني كيف أن علي قال لليهودي هذاك درع، وعلي كان خليفة، وعلي أمير المؤمنين وخليفة المؤمنين، أمير المؤمنين فمثل أمام القاضي المسلم الذي هو ابن رافع. فقال لليهودي: ما هو درع؟ قال: هذا درعي أملكه. فقال لعلي: ما هي حجتك وبينتك؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. واليهودي ليس بمسلم حتى يحلف. فقال علي بن أبي طالب: لا أملك بينة. فحكم القاضي المسلم على أمير المؤمنين بأن لصالح اليهودي. فصار اليهودي خطوات، ثم التفت إلى علي رضي الله عنه، نعم رضي الله عنه كرم الله وجهه، فقال له: لقد قاضاني أمير المؤمنين إلى قاضي مسلم فحكم للقاضي بالدرع، وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الدرع درعك، خذه يا علي، وهذا العدل. فقال له علي: ما دمت قد أسلمت فالدرع لك. كذلك من الموجودة إلى اليوم والمفارقات العجيبة الوثيقة العمرية الموجودة في بيت المقدس. لما فتح عمر بيت المقدس ترك ما يسمى بدستور، يقول لك مثلا ميثاق الأمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. عمر بن الخطاب هذه الوثيقة ما زالت إلى اليوم في بيت المقدس رغم الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. هذه الوثيقة تحدد العلاقة بين المسلمين واليهود والنصارى، ويعتبرها اليهود إلى اليوم من يعني التراث ومن المخزون الثقافي الهام، ما تزال الوثيقة العمرية إلى حد الآن يعني موجود. وليس أدل على ذلك في تقاليدنا المجتمعات الإسلامية، اليهود والنصارى لا يزالون اليوم يعيشون بيننا في كنف الهدر. هم أهل الكتاب والله تعالى أوصانا بهم خيرا من ناحية. ثم في التاريخ الشعوب في الدراسات التاريخية لم يلقى اليهود ولا النصارى حسن معاملة مثل ما لقوه في الدولة الإسلامية على تعاقبها. فننظر نحن ما يسمى الهوليكوست، ماذا فعل الأوروبيون باليهود؟ محرقة. ثم قرروا المظالم التي سلطت على البلاد العربية الإسلامية، قرروا ماذا؟ قرروا تأسيس وطن لليهود، وكان ثلاثة دول مقررة هي الأرجنتين وأنغولا وفلسطين، وكان القرار الأخير على الفلسطين. يعني اغتصاب هذه الأرض. رغم يعني انظر ماذا فعل اليهود يعني النصارى باليهود، بينما لم يحدث لليهود والنصارى في التاريخ الإسلامي أي اجتثاث أو أي محرقة. طيب في آخر سؤال لو سمحت شيخ، علاقة الدولة بالإسلام في عصرنا الحديث هذا اليوم هذا؟ شكرا. إذن قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نشير إلى التحولات التاريخية التي شهدها مفهوم الدولة. دولة في القرن التاسع عشر كما تأسست في أوروبا هي دولة المؤسسات، ما تسمى بدولة المؤسسات.
ثم الحملات الاستعمارية على البلاد العربية الإسلامية وتأثيرها ونفوذها وإبقاء التبعية للعالم حتى فيما بعد، هذه الدول لما تحررت تنعت بالمستعمرات وفرضت فيها الهيمنة، اللغة والتبعية الاقتصادية وما إلى ذلك. ثم هنالك تلاميذ أو تلك الدول أرسلت أبناءها لتلك الدول الغربية لتدرس في مدارسها وفي جامعاتها على أساس لتعود لأوطانها للنهوض ببلدانها وما إلى ذلك. فاستفادت بدون شك، فاستفادت من هذه المدنية الغربية المتقدمة. ولعلنا نشير الفكر الإصلاحي، الفكر الإصلاحي نبدأ برائد الفكر الإصلاحي رفاعة رافع الطهطاوي في مصر، نذكر قاسم أمين يعني ما يعني ما هذا المحامي محرر المرأة، نذكر في تونس خير الدين التونسي، نذكر أيضا بيرم الخامس، نذكر محمد عبده في معبده في مصر، في مصر جمال الدين الأفغاني. تأثر هؤلاء بالثقافة الغربية. لعلي أسوق لك نصا لرفاعة رافع الطهطاوي هذا الذي عاد من الشرق وهو يستعد للرحلة، لأن أرسل به محمد علي باشا حاكم مصر، فقال: ألح علي بعض الأقارب والأحباب أن أسجل كل ما تقع عليه عيني في أوروبا عن هذه الأقطار التي يقال لها عن هذه الأمصار التي يقال لها عرائس الأقطار. يعني انظر هنا الانبهار الشرقي بالغرب. فلما عادوا، نختزل الحديث، فلما عادوا نادوا بالإصلاح. من هذا الإصلاح؟ إصلاح التعليم وتحرير المرأة وما إلى ذلك. فيقول الطهطاوي: وأشهد الله على ما في نفسي أني لم أنقل إلا ما يتوافق والشريعة الإسلامية. هؤلاء تأثروا بالغرب ولكنهم لم ينقلوا للمشرق إلا ما يوافق الشريعة الإسلامية، ولذلك لم ينقلوا فن النحت لأن النحت فيه تجسيد وما إلى ذلك. مثلا السينما، المسرح، لأن السينما لم تلد بعد، هذا المسرح لم ينقلوه إلى الشرق، نقل عبر عائلة القباني من سوريا يعني لوجود العائلات المسيحية. على هذا الأساس الفكر الإصلاحي تمحور حول ثلاثة مدارس باختصار، لنختصر. مدرسة نتيجة هذه التلاميذ ترى أنه لا سبيل لنهوض العالم الإسلامي إلا بالنسج على منوال الغرب، وهم دعاة التغريب. يقابلهم في الشق الآخر دعاة التقوقع حول الماضي. التقوقع حول الماضي يرون أن يعني تاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم هو كان يعني تاريخ نهض بالبلاد العربية الإسلامية وأسس حضارة، ولكنهم لم يراعوا الزمان والمكان يعني لحالة الازدهار، لذلك يريدون أن نسج على المنوال. فالعودة إلى الماضي غير كفيل بأن يحمينا من المستقبل. ثم المدرسة الثالثة اللي هي جت في الوسط، والتي جت هي ماذا ترى؟ ترى الاقتباس من الغرب ما ينفعنا وما لا يتعارض مع الإسلام، وما لا يتعارض مع الإسلام، يعني الاقتباس من الغرب مع التمسك بالقيم الإسلامية. والمدارس هذه الثلاثة ما زالت إلى اليوم تعيش. فنرى هنالك من يدعو إلى النسج على منوال الغرب والتنكر، انبتات، نوع من الانبتات عن المجتمع وعن الخصوصية الثقافية والنسج على منوال الغرب، وهناك من يدعو إلى التقوقع والعودة إلى الوراء. والمدرسة الثالثة هي المدرسة نعود إلى مفهوم الدولة. اليوم الدولة في القديم ماذا كان مفهوم الدولة؟ كانت الدولة لها يعني وظيفتان: وظيفة الحماية، الأمن الخارجي، والأمن الداخلي، حدود. اليوم الدولة ورفع الجباية والجباية تقريبا، يعني كان لها الأمن الداخلي ومراقبة الحدود والجباية. اليوم الدولة تغير مفهومها أولا سواء على المستوى المحلي أو الدولي. فالدولة لابد وأن تكون لها عناصر حتى تكون دولة، مؤسسات، منها المجموع البشري. أول شرط هو المجموع البشري. اثنين أيضا يعني التراب، حدود تراب، سواء كان هذه لها حدود سواء كان ترابية أو جوية أو بحرية، جغرافيا يعني لابد أن تكون لها حدود. النقطة الثالثة هي الرغبة المشتركة بين المجموعات البشرية المتعايشة والتي تربط بينها مجموعة من الخصوصيات كالثقافة والدين واللغة والعرق والتاريخ، وفي بعض الحالات هذه العناصر تختلف من شعب لشعب، والرغبة المشتركة في التعايش. ثم أيضا أن تكون لها سلطة، أن تكون لها سلطة لأن من الداخل تستمد، ثم لها سلطة من الخارج والاعتراف بسيادتها. الدولة الإسلامية التي في العصر الحديث كما أشرت هي تشكلت على ضوء هذا التلاقح الثقافي أو المثقفة،
ولكن الدولة الإسلامية، الدولة اليوم العربية أو الإسلامية، هي دولة في واقع الأمر لم تنضج بعد. هي في حالة مخاض حاليا. وهي في حالة مخاض وتطور. وفي حالة إرباك، لأنها لا تجد مرجعية تستند إليها. فهي تأخذ من التراث الشيء القليل. وتحاول أن تنسج عن الغرب، ولا يمكن أن تكون كالغرب. وحتى تمثلاتها للإسلام، لأن نربطها بالإسلام. طيب أنا عندي سؤال دقيق. حاليا نحن في نظام جمهوري، الجمهورية التونسية، فهل هذا يتعارض مع الإسلام أو لا يتعارض؟ وهناك ما يقول الخلافة على منهاج النبوة، فما رأيك في هذا؟ إذا سلمنا بأن الإسلام لم يفرض شكلا معينا للحكم، هو عمل إنساني، اختيار الحكم هو عمل إنساني، إذا انطلقنا من هذه المسلمة فيمكن أن نعتبر أن الخلافة إذا أقامت هذه الأسس التي كنا نتحدث عنها فهي دولة إسلامية. والجمهورية، والجمهورية إذا التزمت بهذه الأسس، بهذه الأسس العدل، المساواة، الحرية، وكانت سلوكا ممارسا يشعر به الناس ويطمئن إليه الناس، فالجمهورية تكون بهذا المعنى حكما إسلاميا في نطاق احترام الهوية العربية الإسلامية انتعنا. فالالتزام بهذه الأسس هي المقياس، هي المقياس، هي المحرار. بارك الله فيك. التي وكذلك لو كانت ملكية، طيب لا يهمنا. طيب بارك الله فيك. نختم هنا حصتنا اليوم، وإن شاء الله أعزائي المشاهدين نلتقي في حوار ديني آخر الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.